نعم. الأخ محمد من الجزائر. الأخ محمد من الجزائر. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم. شيخ حبيت أسألك كيفية قيام الليل. كيفية قيام الليل. لم أفهم السؤال. قيام الليل في شهر رمضان. كيفية ماذا؟ كيفية قيام الليل. قيام الليل. قيام الليل، نعم. في شهر رمضان. في شهر رمضان. الليل يا أخي محمد كله موطن للصلاة، كله محل للصلاة، من بعد صلاة العشاء إلى أذان صلاة الفجر. الله قال ومن الليل، وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. المسلمون عرفوا ما يعرف بصلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام صلىها ليالي ثم خاف أن تفرض، ثم ترك الناس يصلون أرسالا في زمن أبي بكر، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري، وكانوا يصلونها في أول الليل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له ألا تؤخرها إلى آخر الليل، قال سنة المسلمين أحب إلي، لأن المسلمين ألفوا أن يصلوها أول الليل، ولهذا قال عمر والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. بقينا ما يعرف الآن بصلاة التهجد، هذه تحتاج إلى تفصيل قد لا يكون من المناسب أن أجهر به في الوقت الحالي.